بدينا وعني بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين إذا كنتوا تتفرجوا فيها في الصباح، وإذا كنتوا تتفرجوا فيها في أي وقت آخر نقول لكم عسلامة ومرحبا بيكم. شنو أحوالكم؟ كل لاباس إن شاء الله، كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. روتين اليوم هو روتين مع للا، باش نقضي لها دارها آخر نهار معنا. هاكم تشوفوا فيها هنا هي قاعدة تكنس كما تعرفوا، نساء الزمنيات يفيقوا الصباح بكري ديريكت يدخلوا الكوجينة يشوفوا شنو باش يقضوا شنو باش يعملوا. الحاصل هاني قمت باش نعاونها باش تشوفوا معنا روتين اليوم. قلت قبل ما نروح لازم هكا الحاجات الرزينة اللي عندها والكل نحاول انا نعاونها فيهم. كما تعرفوا هذك هو العمر، ان شاء الله ربي يطول عمرها في الخير. اما ركبتها شوية مقلقتها، فقلت انا خليني نستغل فرصة وجودي بحذاها ونشوف شنو اللي تحب تعمله ونعمله لها. خليكم مع الفيديو ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. بعد ما طبقتهم انا وكان بيطلع فيهم طلع الفوق يخلطوا فيه الشمس بالكدا هذاك بس عم يمشي. هل هو اللي تزرق فيه ثاني ولا لو الهضايا اللي منه بحذا الكوجين؟ باه خنبدلك قطعتي قلبي لالا قطعتي لي قلبي شيت نعاون فيه يا اخي شوف مشيتي فيه جيت نعاون فيه هي شمس بالحق طلعي اللخه طلعي اللخه ولا منظر اللخه عالية عليك هاني جيتك ها صديقتي خرجت للا مخديتها وزويوراتها همك في الحوش زوورها هذا من المخديت نهير مع للاتي ولا يصدقوني البنات نحكيكم حاجة ريت الدار العربي فيها هكا روح خاصة ما نعرفش هكا تفيق الصباح مهما كانت بساطتها مهما كانت تونو كنسلها ديما تحسوا فيها بالراحة النفسية. اليوم هو نهار معناتها الروتين الأخير مع للا، إن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة وإن شاء الله هي تجيب حذايا والكل. برشا البنات يقولوا لي فاتن راهي الروتينات كي تبدأ مع للا تبدأ معناتها محلاهم والكل اكثر حيويه واكثر روح والكل. بيان سور البنات اي معناتها مش كان الروتينات الحياه الكل كي تبدا فيها الاهل والمالي والدار تبدا مليانه ديما يقولك جنه من غير ناس ما تنداس. فسبحان الله هذاك هو المكتوب، يعني انا مكتوبي جاء ومشيت لدراجتي وكل يقولك هي الطفله ضيفة معناتها تولي بعد ما تعرس تولي ضيفة في دار بيها معناتها تولي تزور زوران مع عاد شكل أكل قاعدة طويلة والحلقة طويلة. أما هو كان استغلوا الفرصة وين نلقى فرصة. قلت لي صديقة شفتك أنت وخالتك المرة الأخرى، قلت لها هاي، قلت لي تعرفنا يمكن تسكن قريب هنا، قلت لي راي جارتك خال جار خالتك جارتنا. قلت يا وعندك جيرين لالا؟ الله يستر من الله. انت ما عندك جيرين؟
فين اخوانا؟ نقول لا عندها جيرين. زيك لالا من المفروض يا زيد تنجينا قطعه قهوه كبار انت. ها تنجينا كبار تاع القهوه مش كبار ياسر. شوفي وين فهم هذوك هو عندك لالا نتاع العروسه والعريس اللي كذا يا لقيت شنو لالا شنو العروسه والعريس محلاهم هذوما لالا هذوما الزرق نتاع لال شعري في البريد لال ها بصخري لال يعني والله صخري دابا تحيا لا في الكسارون قلت لي شفتي لا بحذاك غادي قلت لي اعمل في الكسارون ابو عاون ها وين هاني تحمل في الكسارون ولا في غير هذا براسك لا لا اطبقى عندك غير الصينيه الكبيره نتاعك هي هذي فيها فيها كيسه هاي كش هذي فيها كش هذي ميسالش خلينا في العربي نحن عرب وعليش باش نتزين على البيت هذا نحكي في حالة عليك يا خويت هاتي يا خويت هذا نجاح هذا تحبين ننجح ونتألق تو انا قلت لك نهزك على فوف الراحة هاي اقعدي بركة سيدي كرمينا بقعدة في الدار طيب شو نحط الحليب البنات بريت لالا جاتني مسكينة قالت لي الزيت هذا قلت لها الزين باش نعمل باش نعمل في الفناجر المتوسطين نحكي لالا مع البنات مع صديقات لالا البريكية نتاعك الكبيرة وين مكان السر ما البيت اه هاي هو اذا ميكا راهي عملت تلفت الغاز شنو هي الغاز ماني حلت الغاز قبل ما نحل البريكي بالطبيعة خاطر قوية الواحدة باه شدي لالا فراغ هي تو نعمل نخلطها سينون يبقى وشربين من بعد ولا خليه حتى لا تفرغ اي محل نمشي نستعمل راهو فناجل صغار لا مانيش باش نستعمل فناجل كبار يبقى صديقك هاي خاطرني متقلقه شوي في كاش نفسك اللي ملا حره خالص انت حره لل مانيش اللي حره شي كيفي انا كان انا والله ما نعمل هالعمله دي لا اخوتي لا نعمل وش تعمل يا خويا؟ وش تغسل الصابون؟ خاطر والله مسي اجا مسي اجا مسي مسي بالشوي تاع هذا يعجبني لالا في كالوندري هذا يعجبني في كالوندري الصحن كيس تاي احمر تاي احمر تاي احمر بل لالا انت طيبي بالبوفريوه كانت لالا تجيب البوفريوه وطيب تاي احمر بالبوفريوه طيب انت مسكين والله مش معها فوق الكاس هذيك تاع الكوجينا تاع الخلود حطت البراد وهي بعدين صبت اللوز طيبه تحت ما تنيش جبت اللوز نتاع يمكن والله ما سالتهاش راهو هذيك 7000 يبيعوا فيه انا ابودي انت معزه مكرم قداش تحبي السكر لن هذا اللي هم يحط في الصوت هم يغلق في الصوت عندك حط في الصوت هذا فيها صوت وابع لا لا ماني مش نحط في البريد لال ها شو خلطت هزي ديك هزي ديك خطر فيها توابع لا لا جماعة كل يسلموا عليك وقالوا لك وقتاش تشرف فينا ومرحبا بيك و... سلمك سلمك فينا وحتى اللي ما يتبعش فينا كلنا وخيا هكا ولا لا لال كلنا وخيا انا عملت زوز مغات لان ما نحبش السكر برشا داير هي الوحده فيها السكر كرواسون فيه السكر والشوكولينا حلو هما نتاع شويه على الاقل واحد حاجه سخونه شوي ما تبرد توا العشيات هاي لله الزو هذايا معانا خير حبيتي تزيدي قعدت خيرات ربي نرجع لك السكر نتاعك مش ما تقوليش فاتني فزدت لي الدنيا ما تعرفين ديما منظمه انا اي هكا ما يعيق على نظامك ديما خليك الدر هكا تقطش عش عليك وقتاش وقتاش جيتك ولبستك الدنيا لا 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 ثاني ديما ديما نعاون لا ولا ما عندوش الشاهد
انا قلبي دليلي. ها شوف هاني قدام الجمهور. قلبي دليلك هكا قدام الجمهور كيفاش نحضر البنات. لالا قالت لي مثال شادي قلت لها ايه لالا دي السينيه القديمه ها عادش بيه نعملوا فيه كل شيء عربي عربي صديقاتي عادي الفايده في البنه مش في الصحن هكا ولا لا لا اي عاده لالا اخرجي بالمواعظ نتاعك اتحفينا يا خالتي اتحفينا والله دايخه سكينه لالا والله لا نعملها ولا نغسل الصابون بيديا كان مش يا لالا لا محل استغفر الله ساعات الواحد اما مش لدرجه انك تغسلي صابون كامل بيديك تقعدي في الكوجينه قعدت في الكوجينه وتربعت وحطت الماعون الصابون وصل حتى القوبه قومت بكري اش فقتي لالا سبعه فقتي السبعه اش تعملي فقت السته فقت السته استغفر الله السته غير الخمسه وسبعه اي قلت بزاف بكري خمس زيد شوي وعلاش فقتي الخمسة؟ فقت هكا قال غلط قال لي فكا نقعدوا هنا ولا نمشوا للصال؟ نمشي للصال. لا خمسة وسبعة قلت خمسة زيد شوي. هاي هاي حتى للسبعة هاي امشي امشي امشي. يا إلهي كريم. مرة أخرى لالا إجي نحكيك حكاية، ومرة أخرى البنات شيخو، نهار اللي قلت لك لالا هز أنت ياكل الصينية الطبق وأنا هز المادن الطبق، وتعديتي أنت قدام الكاميرا وريت لهم الطبق لا وريتي لهم الطبق اللي هز فيه، عاد يضحكوا البنات قالوا لي حتى لالا والدة توري الكاميرا ما كنتش هكا علي وري وري كل حاجة تدخلي أنت بلاش كل شيء أنت على الدبابز تنجيب العلاقه لا تنجيب العلاقه من كان واعطيني الدبابز نتاع الجازوز الكل باش نحط فيه عندك شي 10 دبابز لا لا في البلاط نعرفش ملي تاني خد حتى جايج والله نروح حتى لي فيك عندك عيط حتى جايب 10 لا وي لا 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 يا خي انت ما عندك التعليق لا لا حاضر اعطيني بركه قهوه واش واش مقلقك انت عشرة نشروا الأكلة ونشروا البوكا ونشروا الفنطة ونشروا السيترون ونشروا الدنيا الكل. مش المشكلة. عولة يا لالا عولتنا. مش نستدعى البنات الكل، مش نستدعى بنات الشان الكل. صديقاتي الكل باش يجوا. صديقاتي الكل باش يجوا بحذانا. شفنا ذاك هذه خطرة راني لابسه وحده خشين هي ولابسه مريول وزاد تحتها اي لا مريول تخديها طويله زاد سنتو نجيب الاخرى نقيسو عليها هكا هو حطي كملي لا لا قيسيها ترى قالت لي ساعات كانت نحلهم قالت لي هذا ساعات نشد وكما كانش ساعات ما يبانش لهمش يا اخي مش كان عندهم انت ما نحى ما عندهاش عني راهو يلزم كل شهر تخلصيه اي كل شهر احنا شنو حتى حنا كي كنخلصوا فيها الا اللي يظهر لي هذه واسعه هي يظهر لي واسعة أكثر من الأخرى تراسك هي هي هذه شكارة على الأخرى لا هي بالحق واسعة أما على اليدين قلت لك خاطر لابسة الجوكين هذه أوسع هي وتحتها مريول يديها طويلة جاتك ها ويني لا والوسع من هنا متفرهدة حطي يديك في جيوبك الأخرى جاتك مكبوسة شوفي هذه قداش واسعة شفتي قداش رحبة جيبي جيبي الأخرى تشوفي في الكرش كيفاش تجيك الأخرى لي خاطر لابسه انا مريول نص يد وما لابسه مريول مريول دي طويله وهذه جوكي اه لا لا لابسه قلص ما دي حل العمليه فاتني خويا عندك الحق شو اللي جدنا الدار ما يحكي تعرفي دار عربي مش كيما الدار مسكره راكو جد دار مسكره خاطيني والله من قبل ما نحبش اللبسه ما كاني كما كنش معنا تو تعرفي انا هي الاكبر من انا هكاك حطي على الكتاف لالا هي يضر لي نتاعك نتاع اللي قصتها اكبر لالا هي هي اللي قصتها لالا اكبر ها فما زيت قصتها تو اللي جبتها انا معايا اكبر من اللي عندك انت ها وين شوفي شوفي الوسع من هنا ها شوفي لالا ها عندك شوفي منه ومن هذه نتاعك انت وهذه نتاعي انا هي استني هذه شوفي قداش فضوه من هنا قماش شوفوا صديقاتي هنا فضوه القماش شوفي من هنا لالا الفضو هي هي لالا عارفه استني الطول راهم فرطوا اما هذه تاع عينا اي هذه نتاع كنت المهم حال اليدين ها شوفي اليدين نحب على اليدين انا استني تاع الطول ولا الواحد
الوسع الوسع ما هو الوسع فيه ليدين لا هاوني الثانيه ثانيه اوسع اوسع ها هيك ثانيه اوسع علاش انا قلت لك فرحت كي لقيتها قلت لا الاخرى جايتها مضبوط هاتي نقيسها انا ديتا ونقول لك انا هي الاكبر ها هي خيره وخي انا ما نمشيش الخيره واحده خرنانه وكلها تو تعمل لي مشاكل فك علي وما يعجبهاش العجب جاي فك عليا ما نقبلهاش هذا البلون بي ماشي انا وياه بالخضارك ونجيب تعدل المشي انا حاجه تعدل والله ما شكروح ما فتنيتك نجي ماشي للمارشي يقول لك حاجه انا بس ساعات معقد شنو مشيت مع بختي انا يقول لها باش نمشي شنو لا ساعتين شويه تفاح تفاح هاني تو باش نروح مش خلي لا كهو ان شاء الله بحسيده قهرتني بحكم قهرتها بالتليفون عطتني شويه تفاح لا لا ما عندي مش هتعطيني للوح يمكن طاح لي يا انا قبل هزت صحن حطينا فيه الفلفل مش الفلفل هروس قول هروس ولا فلفل لا صبغوه مليون صبغوه هز الصحن حسيلو صديقاتي توا باش نروح نحضر في روحي المرواح هكا هو ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه مع لالا تجيب حدانا تعمل طله لعل تعدي راس العام بحدانا في الروتين هاو جيب لك لالا هاو جيب لك اللي وصل هيش هاو يزمر علي فرحان قلت لهم روحه قلت لهم روحه يا اخي قال لي مو لباس وشو لا كيفاش قال لي احوالي لباس شحوالي بيت يا ودي 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 انا جاتك بلوط فيها وخيرتها اي عملتك نبلت عملتك شو اسمه خرجت الماء رجلي تحرق يدي ديما رجلي تحرق يدي مسكين يدور شيخي هبط لي مسكين يديه ورجلي هاك اخذ لها صلي على ديما عاش فيها حد شيء ديما شد اعمل شوف الدكتوره عاد الدكتوره تنصح فيه لا والله بتحب. شدي لها ثاني ساعه نثبت تعطيكش حاجه اخرى غير اللي وصيتها هنا يا خوتي ثبت قهرتها بالتصيخ هو لالا ما عاد توحشيني لالا عاد توحشي التليفون تعبى قالتك راك يا قلت الراجل كل يوم تقولي التليفون تعبى لالا التليفون تعبى التليفون تعب هاي هذاك هو قولي بالسلامة لالا على خير قولي بالسلامة لالا بلا مان بلا مان بلا مان بلا مان المهم الحصيل لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله هاي بارفيمي الكرهبة وش فهم هاي حصيل وش حصيل لالا هاك هو على خير لالا في امان الله باي عايشك لالا ان شاء الله ديما عامرة با نسيت حد شيء نسيت حد شيء وخا تكلمتي ما مش شايفين نسيت حد شيء في امان الله الناس الكل